السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد يا شباب. من كثر ما تطلبوني ألعب سيرفرات إماراتية يا أخي هذا ذبحنا راع النيسان يا حبيبي يا حبيبي. شو تسوي؟ المهم يا شباب اليوم عندنا لكم حلقة في سيرفر إماراتي مدينة حياة الإمارات أو سيرفر حياة الإمارات، يعتبر من أقوى السيرفرات من ناحية التنظيم، من ناحية السيارات، من ناحية كل شيء. وعينكم على الشخصية اللي سويتها يا حبيبي. شوف شخصيتي كأني أنا هيتمان، كأني قاتل مأجور، صح؟ المهم ما علينا. أنا السيرفر هذا دخلته من زمان، ما أذكر سيارات صراحة اللي معاي شنو، فلازم أشوف كراج. هذا كراج النيترو، كراج الجولد، بلاتينيوم، دايموند، يو اي يمكن هذا. لا والله ما عندي صلاحيات، لازم اروح الكراج العادي عشان اطلع سيارة. يا شباب وين احصل كراجات؟ في سيارة هناك بسرقها. في حد قاعد يطلق، والله اسمع صوت طلق، اسمع طلق يا شباب. خلوني اركب السيارة هذه، علبة التونة يا شباب، ان شاء الله بس تشتغل. ايوه كفو شغالة. ابي اروح الكراج. السيارة هاي مو سيارتي، ما ابيها صراحة. ماي جاد على الجرافيكس، يا الله على الجرافيكس. هاي صورة منو؟ اي يا شباب فلاح. مكتوب ديسكو شباب، مكتوب ديسكو هالمكان. ثواني انا احب استكشف يا شباب. خلنا نشوف الديسكو يا شباب، بنفلها شوي. اوه ماي جاد رهيب، قسم بالله رهيب. اوه ماي جاد، شوف 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 شوف، مكان اسطوري، ينفع حق الحفلات. وهذا البي اي بي على اساس، ها البي اي بي يقعدون فوق. لا رهيب، اول مره صراحه اشوفها، حتى ما شفته في سيرفرات اجنبيه. مره نايس المكان. وهنا اوه هنا المشاريب والعياذ بالله. اضغط اي لفتح الماركت. يا سلام، ديسكو يبيع حليب. واو واو، بس احلى يعني، احسن ما انهم يحطوا مشروبات كحوليه يعني، حرام. في كراج، هذا كراج يا شباب، يا رب يكون كراج للمواطنين. في سيكل، في سيكل، شو هذا؟ اي اقدر اسوقه ولا شو؟ اح والله اقدر اسوقه. وذا شوف شو السالفة. ما اقدر اضحك، بس شو هذا؟ لا الحين راحت هيبة الملابس. انزل بالله انزل. خلنا نشوف السيارة اللي عندي. انا اذكر ان عندي سيارة قديمة في هذا السيرفر، بس ما ادري يمكن كنت مستأجرها وقتها. سياراتي، ما عندي سيارة يا شباب. تمام، انا عندي 1,200,000، خلنا نشتري سيارة. استأجرت سيارة رهيبة تنفع لملابسي. 1 2 3 ليتس جو بيبي. اودي يا حبيبي اودي. شوف من الداخل، بند اغاني اول شيء. تمام، شوف السيارة من الداخل رهيبة، والله رهيبة. انا هيتمان خلاص. عنوان الحلقة قاتل مأجور يا حبيبي. اشوف يطلق. انا مهمتي اساعد الناس، انا بستوي باتمان بهد الوضع. هلا والله. هلا، كيف الحال؟ طيب يا اخي، كاني اعرفك انا. شو تعرفني؟ ما ادري بس صوتك ما غريب علي يا اخي، كل حد يقول لي جي صوتك مو غريب. يا حبيبي لا تصدق عمرك، يلا قاعد اسولف معاك تراني. مسكين يا شباب، قال لي وانا الكل راعني سن، هذا قاعد يسوي مشاكل يا شباب. تمام، خلينا نستكشف المكان. انا اول مره صراحه. الله يسامحك. شفت كيف هذا منعشني؟ شفت كيف يا اخي انعش؟ كيف انعشك؟ مو ادمن انا، دعمتني. دخيلك عاد انعش، دخيلك. شو اسوي لك؟ ما مو ادمن انا. انا جاية بس انصحك عن السرعة. شفت كيف وين وصلت؟ لا تسرع مرة ثانية، بسيطة ترى. يا حبيبي شو متضايق انه ميت يقول لي انعشني؟ انا مو ادمن.
هو لا صدمني بعد يقول لي ينعشني متضايق. سلامات. تمام خلوني استكشف المكان يا شباب. انا اشوف هناك في امور في اشياء. اعتقد محطة. هذيك محطة يمكن محطة بنزين. سيارتي عطلانة. سيارتي عطلانة كلها من الحادث اللي صار قبل شوي. خلونا نشوف شو الاشياء اللي موجودة هني. مو عطلان السيارة بس ما تمشي بالرمل. اوكي شوف والله بطيئة بالرمل يا شباب. اوكي شو هذا المبنى اللي على اليمين؟ لازم استكشفه يا شباب. دوار رهيب والله رهيب. صدق يا شباب السيرفر فيه متعة والله العظيم. خلونا الحين اشوف هذا المكان شنو. هذا المكان شنو؟ ما في لوحة. RTA موصل. RTA اللي هي مواصلات دبي. لحظة ليكون تأمين او شغلات. فتح الماركت. في ماركت. اوكي حليب مقلقل ما ادري شنو. تمام هذا ماركت عادي بس هذا ما ادري يمكن تأمين سيارات الله اعلم. هذه كمبيوترات. انا ما عندي ولا سلاح صح؟ ما عندي. خلنا نشوف الحقيبة. حقيبة ما عندي ولا سلاح. ما عندي ولا سلاح. وين اقدر اصلح السيارة؟ وين في كراج؟ وين في كراج؟ في كراج تحتي. ابى اصلح السيارة لان في هليكوبتر هني. ايش تسوي الهليكوبتر هني؟ في احتفال. قاعد يطلق. هذا قاعد يطلق يا حبيب. مالي خص مالي خص. اوكي شوفوا كيف الكراجات محطين. لحظة هاي غسيل سيارات ولا كراج؟ اوكي اضغط انتر يقول لي هني. ليتس جو ليتس جو. هلا الحبيب. حبيبي صف بالدور ايش فيك؟ ابى اغير لون. بشتريت يعني. تبي الموضوع شفت سيارتي تبي تتمصلح معاي صح؟ لا لا شوف السيارة اللي عندك. عادي في ناس يحبون لودي. لا غير الروز جنتلمان. بس شو تعرفني انت؟ لا ما اعرفك ولا تعرفني اتوقع. زين انا ما اتكلم مع غرباء انا اسف. زين تعال خلنا نسولف ونتعرف على بعض عشان ما اكون غريب. هلا امرني. ما يعمر عليك هاتوب. ايش رايك تبادلني بالسيايير؟ الحين بس هل تبي تقوله؟ انا عيبتني سيارتك بالصدق يعني. بكم انا اوكي سيارتي انا شباب ما بقول لنا اجار. اوكي تمام يلا خذ السياره. حاضرين. ايش رايك بس في الروز؟ والله ما بتلقى نفسها. والله رهيبه بس ماخذنها ملك شارنها ولا شو؟ ملك شوف الرقم اللي عليها. وين الرقم؟ ورا ولا شو؟ ورا. R8 والله كفو. حاضي عليها يعني تمشى يعني يشوفون الرقم يخوزون عنك على طول. زين عين تبعت خذ الاودي. الاودي بعد ترى سيارة رهيبة مرة رهيبة ما يعرف منها اجار صراحة يعني اول مرة بجرب. شوف خذ لفة وتعال بترياك هني. لا اروح انا. يلا زين اعطاني السيارة يا شباب. ليتس جو. اعطاني روز رايز في الجيب. والله سريعة. اوه ماي جاد قسم بالله رهيبة السيارة مرة رهيبة يا شباب. سيارتي اللي اعطيتها حقها اجار مسكين يا اخي والله اكل المقلب. اوه ماي جاد والله انه وحش. الموتر وحش يا شباب. خلاص اسحب عليه عشان ما يغير رايه لان اذا عرف انها اجار بيذبحني يا شباب. هذا شنو هني؟ سوبر ماركت. حلو والله تعديل والإنارات الموجودة في ليوش. هذا مسرح. حاطين مسرح بعد يا شباب. سينما يروم يشغلوا أي مقطع هني أعتقد. واو والله نايس. أنا أحب أتمشى أحب أسوي مشاكل ما أحب أمشي في الشوارع. لا 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 في أماكن وايد حصرية يعني رهيبة. نفس الجسر هذا شوفوا كيف مسويينا يا شباب والله روعة. ماي جاد نايس. شيت والله رهيب. قاعد ألعب وأنا مستانس لأني قاعد أشوف أشياء جديدة.
في نفق عيد اليمين. خلنا نشوف النفق. اوه لا تقول لي نفق في نص الجبل. اوه يا الدرفت روح يا الدرفت. لا والله لا تروح. شو مكتوب؟ رفقتكم السلامة. هذا مخرج ليوة. انا بس ابي اشوف الجسر يا النفق يا شباب. ابي اشوف النفق. واو رهيب والله رهيب. اوه ماي جاد. تمام شوفي قدام شوفي قدام. لا 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 رجع لي رجع لي رجع لي. ما ادري شو يبي. خلنا نوقف على اليمين بشوفه اذا يبيني. وصل وصل. شكله صاحب سيارتي هذا. لا مو هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عارف. الحمد لله بخير. ايش حالك؟ اقول لك من وين اشتريت السيارة بس حبيت اعطيك. والله مو سيارتي هذه. بدلنا انا واحد واشترينا سيارة بعض يعني. انا ابغى السيارة اللي عندك الموديل اللي عندك ما حصلتها يا اخي. اشتريت الريت هذا ما حصلته اللي عندك. والله ما اعرف صراحة ما عندي خبرة. لو بتشوفه بتلاقيه موجود هني في ليوة عند اودي ار 8. مشكور. وسألة لأن سيارتها مو سيارتي. تمام مشكور. هلا هلا. يبون السيارة هذي. يخرب بيت هذا اللي باع لي السيارة. مو باع لي انا صراحة سرقته. سيارتي اجار وسيارته ملك. شوف يا حبيبي شوف. هذا مركز شرطة. يب هذا اللي على اليمين مركز شرطة. خلني بعيد عن مركز الشرطة وأحسن لي. لا مشاكل ولا وجع راس. هذا شو المكان؟ هذا مطار. شوف طيارات وما أدري شنو. يب والله شكله مطار بس مكان محظور هذا. والله شكله مكان محظور. ما فيني ينسجن ويخترب المقطع. خلوني أجرب أقطع يا شباب. خلونا ماي جاد. شوفوا التل كيف. اوه ماي جاد. اربط حبيبي كيف اربط الحزام بي. ايوه لا انا بطلت الحزام ثم اربط الحزام. يلا جاهزين يا شباب. شوفوا شوفوا اللي بيصير شوفوا اللي بيصير. ليتس جو. اوه ماي جاد. بس ما ابي اطير عشان السياره ما تختفي عني. والله ما اشوف يا شباب ما اشوف ما اشوف. وصلنا ولا لا؟ لا 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 ما قدرنا يا شباب. اوه ماي جاد شوفوا كيف. جاني صداع جاني صداع يا شباب. شوف 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 كم العداد كم صارت سرعة السيارة 200. والله رهيبة يا اخي الروز رايس هذه. غيرت لون السيارة يا شباب ما هو مبين مرة لانه ظلام بس خليته نفس لون الرمل. نفس لون الرمل بالضبط. شوفوا كيف والله رهيب رهيب اللون. والسيارة من الداخل يا اخي اسطورية. والله اسطورية. كأني اشوف في شخص قدامي. هذا اللي كلمني قال لي بياخذ السيارة. دوريات في كل مكان. شو السالفة؟ ايه عندهم موكب عندهم موكب. مالي علاقة مالي علاقة يا حبيبي. ايه لحظة هذي لحقوني ولا شو وضعهم؟ ايش فيهم هذيل؟ خير خير يا شباب خير. شو السالفة يا شباب؟ شباب حد يفهمني شو صاير؟ شو فيكم يا شباب؟ سلامات. ممكن تعطيني ظهرك الغالي؟ طيب بس فهمني شو سويت؟ شو السالفة؟ يا عسكري
كلبش المواطن بدون ما يعرف السبب. تعرف كل شيء الحين دقايق. يا مستشار وزير الداخلية تفضل، ممكن تجيب لي الموتر هذا بفتشه في المركز؟ نعم. مو سيارتي هذه، مو سيارتي يا عسكري، ترى عسكري. استغفر الله يا شيخ، انا عبالي موكب. يا جماعة الخير ترى في سوء تفاهم. ما عليه يا اخوي، بنتفاهم معكم ان شاء الله. قبل المركز انا قاعد اقول لكم، ترى اذا على السيارة مو سيارتي ما تفتشها. تفهم كل شيء في المركز يا الغالي. كلبشني في نص الشارع وتقول لي بقول لك في المركز. بتفهم كل شيء في المركز الغالي، لا تستعجل. شو؟ طول في الموضوع. بنداهم المركز لا تعترف في شيء. جاتنا رسالة من شخص على الواتساب يقول يطول معهم في الموضوع، بنداهم المركز لا تعترف بشيء. طيب شو اعترف؟ مو سيارتي، ما عندي شيء. انا انتم منو وانا منو؟ شو السالفة يا شباب؟ انزل ما اقدر انزل، الكلب تشني. ودع المركز، انا بصير اشوف الموتر وبفتشه وبيكم. عادين يا مستشار وزير الداخلية. خيبة جايبين كل الجهات الرسمية، ليش انا شو مسوي يا جماعة الخير؟ تفهم كل شيء في المركز الغالي. لا حول، يا مشكلة عسكري ولا كنت بقول انت بغبغاء تقعد تعيد. يا حضرة العسكر ترى انا مواطن لي حق، ما يصير تكلبشني في الناس كلها قاعدة تضحك علي. تفهم كل شيء في المركز. استغفر الله العظيم. اوكي اوكي، ما مسوي شيء، عشان كذي راح اطلع براءة وبشتكي عليكم بعد. دخله ما شاء الله، ركبوني 3 دوريات، ما ادري شو مسوي انا. كل شيء بيبين في التحقيق الغالي، ما عليك، امور طيبه ان شاء الله. اي امور طيبه حبيبي؟ اذا طلعت براءة قسم بالله اشتكي عليكم. يمكن بتشيني قدام الناس والناس قاعده تضحك علي. ما علي، حقك سريح سريح. شو رتبتك يا حضرة الشرطي؟ قائد العام. شت، هاي سيارة، هذا شو اسمه السيارة اللي كانت عندي؟ اي نعم. عليكم السلام ورحمة. يا جماعة الخير، ولا خلاص ما بتكلم، مليت انا الصراحة، ما ادري شو مسوي انا، ما ادري شو مسوي، ما سويت شيء ما شاء الله. دخلني كل الغرف. الحين بالحق وياك يا مواطن، تعرف كل شيء. ما يصير تحطيني في التوقيف وانا بعد ما علي اي تهمة. عندك تهمة يا الغالي، الحين تعرف كل شيء. السلام عليكم امر عساكر. كل برا غير مستشار وزير الداخلية يقول لي. انت قلت بتحقق معاي، المفروض انه يكون مكتب مو في التوقيف. الحين ياسين يفتشون موترك الغالي. مو موتري، ها مو سيارتي. زين، من وين ماخذ انت السيارة؟ من عند منو؟ انا ما بكلمك وانا بالتوقيف، خليني قاعد في مكتب او مكان. ترى ياسين، شوف ياسين، شوف ترى الموتر، واذا طلع في شيء بنحقق وياك. تمام. اقول لك السالفة من البداية؟ لا مو بحين، تريح. يا حضرة مستشار وزير الداخلية. هلا والله. شو حصلت في الموتر؟ والله لقينا بعض الممنوعات. اي حبيبي، والله انا مو سيارتي، قسما بالله انا مو سيارتي. اعطني مثال. شيك على السيارة باسم منو. حصلت قات. قات، انا ما اعرف شكل القات اصلا، حتى والله انا مو سيارتي. كان مفتيش. استغفر الله يا شباب، طلع فيها ممنوعات السيارة. ايوه قاعد اقول لك شيك على اسم السيارة، ما عندي اصلا ولا سيارة باسمي، حتى السيارة اللي كانت معاي كانت اجار. الموتر بدون ارقام الغالي.
كيف بدون ارقام؟ كان في رقم ورا ار 8 مكتوب. ترى الاستخبارات خبرتني كل شيء عنك. عني انا؟ ايه. ومن وين ماخذ الموتر؟ ولحظه شو شو قالوا لك الاستخبارات؟ يلا قول لي. بخبر كل شيء تريح. يا جماعة الخير اندبسنا في موضوع ما لنا علاقة فيه. تفضل يا سيارة. انزين نحن بنحقق وياك اساس انك تخبرنا كيف شكل الريال وشو اسمه وكيف شليت الموتر عنه. تمام، ابيك تسمعني من البداية. تمام تمام. اول شيء انا صار لي تقريبا الحين في المدينة يمكن سنتين، غبت فترة والحين رجعت مرة ثانية. رجعت رحت على كراجي ما حصلت ولا سيارة، انا انصدمت حتى ما ادري ليش. مو موضوعنا. اجت السيارة اودي ار 8 اعتقد اسمها، هذه شكلها سبورت كوبي، عرفته اودي. حبيبي ارفع يدك. يا جماعة شو قاعد يصير؟ شو يا جماعة الخير شو قاعد يصير؟ اح في هليكوبتر، هذا منو؟ يا الحبيب منو انتو؟ منو انتو؟ بسرعة بسرعة اركب اركب ويانا. انت منو؟ كيف اركب معاك؟ وانت منو؟ اركب اركب بسرعة. يا جماعة الخير شو قاعد يصير هني؟ بلاك ماركت دافعين فلوس نهربك، وانت كيف ما بلغتنا انك رجعت المدينة؟ اوه حي الله البلاك ماركت. ما اعرف الاحداث هذه بتصير، دبسوني بموضوع ما لي علاقة فيه. لا بشرك، البلاك ماركت دافعين مبلغ قدر بس عشان نهربك. والله كفو، قسم بالله انكم كفو. حاضرين. بس راعي شو اسمه، راعي الروز رايز الجيب هذا لازم اذبحه، ورطني بموضوع قسم بالله انه بتبني لحق من الموت. منجيب لك حقك ان شاء الله وحقك ما يضيع. والله كفو، بس خلي المقولة في بالك هذه، اهلا بالمحجورة. بس كيف عرفتوا اني في المركز؟ كنا نراقب. لحظة، لا يكون بنروح على نفس المقر اللي بالبحر؟ اكيد. يا سلام، مقر البلاك. والله الحمد لله انكم انقذتوني، لان الشرطة خلاص يعني التهمة لابستني يعني لا مفر منها. حاضرين، نحن ضد الحكومة يا حبيبي. بس لحظة، أنا قاعد أفكر بالأحداث اللي صارت الحين. واحد أعطاني جيب اللي هو الروز رايز وبدلني مع الأودي، معنا أودي أجار، عرفت؟ شكله كان يبي يتخلص من السيارة. أول ما سكت السيارة بعد 10 دقايق كبست علي الشرطة. شو السالفة؟ أكيد عليها تعميم السيارة وجنت. أيه اتورط فيها، معناته هذا يبي ينتقم مني يعني، بس كذي فر السيارة وروح، عرفت؟ نحن منجيب حقك إن شاء الله بإذن الله. بشرنا عنك، عساك طيب؟ والله الحمد لله، بس قلبي قاعد يدق بسرعة من الموقف اللي صار الحين. الأمور طيبة وإن شاء الله ما في شيء، وأنت الحين وصلت في البلاك ماركت وفيادي آمنة إن شاء الله. كفو، بس لازم أنتقم والله. إذا تجيبوا لي إياه لازم أنتقم، ما برتاح ليه ما أنتقم منه والله. حاضرين. تعرفون شو اسمه؟ تعرفون شيء عنه؟ لا والله، نحن وصلنا بس من البلاك ماركت إن دافعين مبلغ وقدرة عشان بس نهربك. عارف كيف بتجيبوني يا الحين؟ نحن بنصرف. اوه المكان الاسطوري والله، اشتقت له يا اخي. محترف ما شاء الله عليك. حاضرين تفضل. غريبة، مو لابسين ملابسكم الرسمية اليوم. حبيبي اقول لك مو لابسين ملابسكم الرسمية. والله ملابسنا الرسمية هذه مني. تفضل مني. نحن ملابسنا هذه ملابس المهجورة. عندكم لابسين اسود وكذي نفس ال بلاك ماركت هذا؟ انا مش بلاك ماركت. لحظة انت الحين، لحظة شوي قبل ما اروح عند الشباب. الحين البلاك ماركت، عند في البلاك ماركت هم دافعين لكم انتم المهجورة؟ ايه دافعين للمهجورة عشان تطلعوني. ايوه قالوها صاحبنا وضروري يطلع، اجباري يطلع ولا راح نقلب الدنيا.
الله كفو عليكم انتوا الاثنين. حاضرين. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ مرحبا. عليكم السلام يا هلا بحاكم المهجوره منور والله. احلى ترحيب بحاكم المهجوره. ايوه احلى ترحيب بحاكم المهجوره. كفو ترحيب مع بوكس. يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك ويسلمك. كيف الحال اخواني؟ الحمد لله. الرجال وصل بخير وسلامه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا بلاك ماركت اصدقائي حبايبي. نور والله بلاك ماركت. وعنده طلب بسيط. يا عمر. قولهم الطلب اللي في خاطرك وان شاء الله ما بيقصرون معك. الطلب الراعي الروز رايز الجيب اللي بدلت انا في سيارتي معه، انا كانت عندي اودي. الزبدة اعطاني سيارتي وسيارتي كلها مخدرات، بعد 10 دقائق مسكتنا الشرطة، ابي الشخص هذا ابي انتقم منه. قسم بالله اني ما مرت، انا ما فرحان اني طلعت الأمانة، لين ما افرح اني اشوف اني قصيت راسه. بنيب لك اياه ان شاء الله ويكون عندك. ضروري، لان لما سلمني السيارة يقول لا المشكلة يمثل انه سيارتك حلوة خذ سيارتي بتعجبك وما ادري شنو وشوف الرقم مميز. يا ريال بعد 10 دقائق مسكتني الشرطة. يعني كأنه يا شوف واحدة من الثنتين، يا يعني ينتقم مني يا يعني انه هو يبي يسرد من الشرطة، عرفت؟ شكله كان مطلوب هذا. وليش واحدني انا؟ المشكلة اني كنت معاه طيب، يعني يا ريت لو اني مثلا كنت معاه باسلوب خايس او شيء، لا والله اني كنت عسل. فضروري تجيبوا لي اياه، طلبتكم يا بلاك ماركت، طلبتكم. تم شر. شر الغالي. فالك طيب، شباب بلغوا عن ريال. شوفوا رقم الروز، حاولوا تروحون مركز الشرطة وتشوفون رقم الجيب اللي هو روز رايز. يلا. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا يا المهجور حبيبي. حاضرين حاضرين حاضرين، تفضل حياك. والله كفو يا شباب، شوفوا كيف تحركوا الحين عشان يجيبوا للشخص هذاك. طبعا انت المقر هذا شفته صح ولا لا؟ ايه شفته شفته. هذا مقر البلاك والاشياء الممنوعة كلها موجودة هنا اللي ودك فيها. زين كونك انت بالمهجورة، انا اللي عارف انه قبل كان بينكم عداوة، شو صار الحين؟ لا انا حاليا حاكم المهجورة، انا اللي احكم على ادير العصابات والبلاك ماركت من الاخر. بس هل كنت في عداوة مع البلاك ماركت؟ طبيعي، لان ما كانوا يبون يدخلون تحت السلطة، تحت سلطتي انا، فاجبرتهم انهم يدخلون بالقوة، ولله الحمد الحين ما في عداوات. كم دفعوا لك عشان تطلعني؟ والله دفعوا لي مبلغ قرب 10 مليون. شت والله انهم وحوش يا جماعة الخير. ابي سلاح. حاضرين اللي ودك فيه. اللي ودك فيه اي سلاح؟ تبغى خبر اي سلاح عشان بس لما يوصل هذاك الكلب افجر مخه. بس قبل ما افجر مخه ابي اعطيك كلام عشان بس اقول له ان الناس مو بلعبه في ايدك. هذا سلاح بعطيك طلقاته وبعطيك بعد سلاح هديه مني، سلاحين. اشكرك والله. يا سلامي عليك يا سلامي عليك. تبغي طلقات زياده ولا كفيك؟ تعال بعطيك زياده. تعال. لا 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 تكفي 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 تكفي، انا بس ابي اطلع قهري طال عمرك، بس ابي افجر مخه. بس ابشرك في الطريق ان شاء الله جايبينه. حصلوه؟ حصلوه. قسم بالله انكفوا. انا يا اخي والله انا طول عمري اقول ان بلاك ماركت، اقول انا اسف يا المهجوره بس ما صار لي ولا موقف معاكم، بس انا دائما يعني اقول بلاك ماركت اقوى ناس في العالم. لا مانا. اكيد اكيد منظمه قويه وانا اعترف هذا الشيء. بس اذا منظمه قويه خلينا نتكلم بصراحه، ليش مو بهم اللي طلعوني؟ ليش نادوك انت؟ هم بيطلعون على الصوره. صح، تذكرت لما دخلت عندهم المقر اول مره كانوا يحتجزوني وما قالوا لازم نذبحك لانك شفتنا. اقول لهم طيب خير يا طير، حتى لو شفتوا يعني شفتكم وش السالفه. هم منظمه مخفيه، ما مش طالع في على الصوره. الشخص اللي بذبحه الحين اللي اعطاني السياره، هل هو فرد من عصابه او شيء ولا؟ الحين ان شاء الله بيجيبونه، احنا بنحقق معاهم نشوف شو موضوعه ان شاء الله. بس ما يطلع فرد منكم؟ والله حتى لو كان فرد منه
تاخذ حقك ان شاء الله واكثر. لا انا ما ودي اذبح او اسوي مشاكل وبعدين واحد مثلا يبي ينتقم مني من افرادك ولا شيء. ولا حد يقدر يمس شعر من شعرك دامني انا موجود. كفو والله انك كفو. حاضرين. ايدي تاكلني والله ايدي تاكلني. بعرف بس ليش اعطاني السياره وهو يعرف ان فيها ممنوعات. كل شيء بيبين الحين من يوصل ان شاء الله كل شيء بيبين. والله هو الواضح انك انت غالي على البلاك ماركت، لو بلغت بيكون عندك حرس، بيكون عندك كل شيء واللي تامر فيه. المره الجايه ان شاء الله وكلهم والله فيهم الخير. وانت ما قصرت بعد، طلعت من المركز لان مثل ما قلت لك التهمه كانت خلاص لازقه فيني لازقه فيني، عرفت؟ بس انا على طول وعلى طول حطوني في التوقيع يعني في السجن نفس الوقت. شيء سهل شيء سهل هذا، انت لا تشغل بالك وان شاء الله خل بالك بس على اللي بيجي الحين اللي بيجيبونه هذا اللي نصب عليك، ونحن ان شاء الله باذن الله بنعرف شو السبب وبناخذ حقك، ولو كان حتى السبب كان مقنع تاخذ حقك ان شاء الله. انا ابي اذبحه. ابشرك هذا وصلوا. انا ابي اذبحه. حياك حياك. شوف المشية والله انا مشيت هيبة، مشيت البني ادم هذا هيبة. لا مو هذا، بس لحظة يمكن نفس الشخص. مو هذا يا شباب، الحين هو عنده اودي. ما والله انا ناسي شكله، ممكن لابس قناع. حد انا بشيل هذا يا حبيبي. ليش مكلمتني؟ بشرو وين الرجال؟ انا بوصل. طلع واحد فينا، واحد منكم؟ حاكم المهجورة يعني. ليش مكلبشيني؟ شو مسوي انا؟ ليش مكلبشينك؟ انت وين؟ انت وين؟ شو اسمك انت؟ وين؟ شو موضوعك؟ اي منظمة انت؟ منظمة بلاك ماركت. لك مربوطة بلاك ماركت. انت جيت عند الرجال وقلت له سيارتي حلوة وسيارة ما ادري شو، تبادلت معه بالسيارة صح ولا لا؟ نعم. والسيارة شو كان فيها؟ ماشي بعد اقول له بكل وقاعة هي نعم. والله السيارة يعني اكيد انا منظمة بلاك ماركت ما بيكون فيها غير ممنوعات يعني. وكيف انت ممنوعات؟ ليش توهقني فيها؟ صراحة يعني كنت مراقب من الشرطة وحاولت يعني اتخلص من السيارة، معمين على السيارة وعلى رقم السيارة. وانا شو خصني يعني؟ انا كبش فيدك كنت قدامك. شو اسوي يعني؟ انت الوحيد اللي ليتني. شو اسوي؟ حصلتك. انت المشكلة انك تليتني مو بانا ليتك بعد. لا يا اخي شو اسوي يعني؟ انت اللي لقيتك، شو تبغى يعني اسوي؟ ما في حد غيرك. انت شليت السياره يعني قضيت. انت يعني تعرف هذا تعرف منو؟ منو هذا؟ هذا اهم شخصيه في هالدوله، هذا البلاك ماركت ورئيسها والجميع كلهم موصين عليه، وانت تروح تبليه بسياره؟ والله ما ادري يا الحاكم، بس خلاص يعني كلها اخو شو اسوي يعني. كلها يا سلامة. تعرف شو صار؟ ودون المركز وعلى طول ما في تفاهم، دخلوني على طول التوقيف. اكيد اقول له ودني سياره ملغمه كانت اكيد بعد ملغمه. ايوه حاكم مهجوره، بس ابيك ثانيه تعال مالك امر. يلا شوف والله الموضوع عندك، عندك انت، انت اللي ودك فيه. حاضرين بداله هو بيجون 10، انا لا قانون عندي ولا حد بيحكمني ولا اي شيء. الموضوع عندك، ودك في اعدام على طول من عدمه. بس يمكن انجازاته كانت قويه في العصابه قبل. والله ان شاء الله لو كان هو اللي مؤسس البلاك ماركت، اللي بيغلط يتحاسب. والله لا اذبحه، بس شوف لنا مكان زين. شوف يا حبيبي انت لو لعبت مع عيسى القديم، عيسى الطيب، كان بامكاني اسامحك. حتى للحين لحد الحين انا قاعد اكلم حاكم المهجورة واقول والله شو الراي في الموضوع، لكن للاسف انت جيت في وقت اني انا خلاص نسيت عيسى القديم وصرت عيسى المجرم الحين. زين ف راح تودع الدنيا بعد دقائق يعني. اوكي قبل اودع الدنيا اقطع بس الصوت يعني ولا تتكلم يعني هو الغلطان يعني. دقيقة عدو يعني شلي سيارة. لا تتكلم دقيقة. انا الغلطان اكيد، انا عاطنك اودي وعاطني روز رايز يا حبيب الحمار بيرضى بالعرض هذا. وبعدين على كلامك واسلوبك العسل قسم بالله انه يا الجبل بلين من كثر ما انك كنت طيب. اوه سيارتي حلوة وشوف بعد الرقم سبيشل وبتعجبك وروح وما ادري شو، ما كنت اعرف. قول لي يا حبيب قول لي.
عاد خلاص انت اكلتها يعني. وانت اوكي انا اكلتها يب انا اكلتها في الدنيا، انت الحين تاكلها في الاخره. ودك تعذبه ولا تطلق عليه؟ زين سامحوني يا شباب اخر مره. انا عن نفسي ما مسامحك لانك لانك الحين بكل وقاحه وبعدك ياس تقول كلتها كلتها كلتها. يا شباب تكلموا يعني ساعدوني يعني في الموضوع يعني بودع الدنيا هذه ما فيها مسخره. ما حد يعطي امر بعد امري. ما حد يعطي امر بس يعني هذه حيوه صح أمر. بس المفروض صح انه سوى غلط بس المفروض هو عادي يشيك على الموتر قبل ما ياخذه. بقى حبيبي انا مو كراج اشيك على السياره. ويقول لك ملغمه وانا كيف اعرف انها ملغمه اصلا؟ وبعدين انا اول مره اسوق روز رايس ما اعرف كيف حتى ابطل ولا اعرف اسوي شيء من الفرحه. عيسى عيسى لا تاخذ على كلامه، هذا ولدي، ولدي لسانه شوي طويل، هذا ولد حاكم المهجوره ما شاء الله. فاللي ودك فيه ان شاء الله حاضرين. حاكم المهجوره يعني كلم ابوك يعني ودك تعدمه ودك تعذبه ودك تذبحه. ودي اذبحه وافتك منه بس طلق رصاص. زب نعوضك بنعطيك اي مبلغ تبغاه، اي شيء تبغاه، اي موتر تبغاه. مستعد اعطيك كل الفلوس اللي عندي وكل الاسلحه وكل اللي املكه، الاملاك اللي عندي كلها بعطيك اياها بس يعني اهم شيء حياتي يعني. اوكي حاكم المهجور انا عندي عرض. عطنا عرضك. هذا الشخص ما راح يموت اللي قدامي بس يكون البودي جارد حقي تم لمده ولا لمده لحظه 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 تلني ولا اكون بودي جارد لحد. متاكد تخسر حياتك؟ اخسر حياتي ولا اكون يعني. واذا انا اعطيتك الامر اخسر حياتي خلاص. خلاص خلني اذبح انا قلت لك والله انا من قبل ما عاجبني هالبني ادم. انت قبل ما تذبحه خلني اوديه في ساحه تحت تعذيب ويوم الناس يموتون. لا يا يلا. ان شاء الله هناك خذ راحتك. لا تتكلم يا اخي خلاص شب. خلي يعدمني بشرف. لا ما بنعدمك بشرف، بندلك ذل قبل ما تموت. لا ما تدلني، عدمني بشرف. شباب شلوه ودوه مكان حتى تعرف شو ابي احرقه. ما ابي اذبح كذي، ابي احرقه قبل. خلاص تعال اي يعدمك بشرف. انت اعطيتني السياره اصلا بكل جبن تقول لي اعدمني بشرف. مشكلتك مش مشكلتي يعني. خايف من الشرطه؟ طب والحق المهجوره يعني كلمه خله يعني. هذا جزاك الخاين يا شباب. طانت العشره عليكم يعني يا شباب. ما في امر يا لعن عم الحاكم. شوفوا نذبحه يا شباب. يا شباب شباب لا 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 لا. جاهز الموت؟ سوي لي بشرف. خذوا يا شباب مني، خذوا يا شباب. يلا يا شباب تعدوا ياخذ راحته شوي التعديل. باب يعني ما في امل. المو قبل لا يعدمني. عندي كلمة يا شباب. أعطيناك عرض. حاكم المهجورة. عندك عرض واحد بس ماشي غيره. أعطيناك عرض. ما أمشي فكر. ما تمشي بالعروض. ودع جهنم. يلا ودع. يا أرواح. بردت فؤادك. والله ان الحين انا مرتاح لان شوف لانه كان وقح. والله ان لو كان طيب يعني شوف يعني قبل ما اسولف معاه حتى جبتك على جنب. شو قلت لك يا حاكم المهجوره؟ قلت لك ها شو رايك يعني حتى لو انت قلت لي بنسامح بقول لك ما عندي مشكله بس انه وقح وقح البني ادم. اكيد اكيد وخذت الاجراء انت اللازم. خلاص انا الحين مرتاح، انا الحين مرتاح. ابيكم بس تعطوني سياره اروح اكمل مشوار فليوا. حاضرين والامور طيبه. واذا صار شيء مع الشرطه ما شرطه مره بكلمك انت اول واحد حتى. تم الحين بيجيبوا لك سياره. هاتوا له سياره. واسمح لي يا حاكم المهجور. مسموح والله اني ما كنت ابي اذبحه بس شفت انت كيف. مسموح والله اللي ودك فيه. وحاضرين من العين اليمين لليسرى. حاضرين تامر امر. اشكرك والله اشكرك. اوه لا يكون هاي السياره اللي بسوقها. شت هذه السياره اللي بسوقها. اكيد هذه السياره حلالك وحقك. يا سلام يا سلام. اللي تامر عليه واللي في خاطرك مره تبشر وبلغنا بس.
ما قصرت. شوفوا بما انه يعني فرد من عصابتكم راح، ان شاء الله انا بعوضكم باذن الله. يعني في امور ان شاء الله اني التحق فيكم، بكون ورقه رابحه لكم باذن الله، بسوي اللي علي. يا عيسى انت شوفتك سالم، هذا التعويض. والله انكم مذيابه، والله انكم بردتوا قلبي كانه ما صار شيء. اشكركم. حاضرين حاضرين حاضرين. وسلم سلم على رئيس البلاك ماركت، ما اشوفه ان شاء الله. ان شاء الله بيبلغ ان شاء الله الغالي. يلا عند انكم شباب، اذا في شيء بكلمكم. ها تم تم. يلا حياكم، مع السلامه. يا سلام يا شباب على الاحداث اللي قاعده تصير. ياس اوح السياره كيف سريعه. اي وين اطلع وين اطلع؟ السياره سريعه يا شباب. اوح اسمع الصوت. اح 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 مش ممكن مش ممكن. السيارة خلنا نشوف كم تنزل السيارة. لحظة. او ماي جاد، لا مش ممكن الصوت. اوكي اشتريت لي اغراض من الجمعية لاني كنت جوعان. المهم يا شباب بيعطيكم الف عافية على المشاهدة. مثل ما شفتوا هذه حلقتنا في السيرفر الاماراتي، دايما دايما تكون احداث لما يشوفوا عيسى داخل خلاص تستوي المشاكل هذه، لكن الحمد لله البلاك ماركت والمهجورة كانوا في صفي انا. خلوني اشوف دعمكم على المقطع هذا يا شباب عشان نستمر في تنزيل المقاطع في السيرفرات الاماراتية، ولا تنسون تدخلون سيرفر حياة الامارات، سيرفر اسطوري مثل ما انتم شايفين، ترتيب مابات سيارات كل شيء ولا اروع. يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معاكم أخوكم عيسى 400، سلام.